معقول؟ معقول؟ خولة ومخول تنقش معهم بهالقطرة؟ لا مش معقول، مش معقول. شو في يا فادي؟ شو في عم تحكي لحالك بهالليل؟ ما بدك تنام؟ نام؟ من وين بعد تجيني نوم؟ قوم اسمعي، قوم اسمعي. شو في؟ شو في؟ شو في؟ خولة ومخول ورثوا عن جدو لجد جدو بيت، صح؟ ايه صح، وعرفنا بالخبرية وانبسطنا وقلنا لهم مبروك. اوكي، مش بس ورثوا بيت، يمكن كمان يكونوا ورثوا الملايين. شو؟ شو عم بتقول؟ انا عم اقول الورق عم بيقول، اسمعي، قال جدو لجد جدو لمخول، يعني مخول الثالث عشر الله يرحمه كان من اهم تجار الذهب بايامه، لما توفى كان في عنده بحدود 30 تنك الذهب. الورثة لقوا بس 10 مطمورين بجنينة بيت من بيوته بلندن، يعني بعد في عندهم 20 تنك الذهب ضايعين. شو خاصة خولة والمعلم مخول بالموضوع؟ وصل لك بالحديث، عم بيقولوا بالمكتوب انه يمكن يكونوا هالعشرين تنك الذهب موجودين بجنينة البيت اللي ورثوه خولة ومخول. شو؟ مظبوط، الله بيعطي إدامة ليالي ما عندهم دراس. شفتي؟ وقال في حال لقون لازم يعطوا خبر لكل الورثة حتى يتقاصمون. يعني شو؟ يعني شو؟ يعني الست خولة والمعلم مخول صاروا مليونيريين؟ شفتي حياتي؟ الحظ ما بيجي لمين ما كان. لا، الحظ بيجي لمين ما كان. شو نسيت انت قدي عندك حظ لحتى تجوزتني؟ حياتي انا عندي حظ، بس حظ عاطل. فادي، وحياتي معقول يكون حدا عنده حمى مثل حماته ويكون حظه منيح؟ لكن كريم، اوعى هالقصة تخبريها لحدا، بس بدنا نخبرها لاصحاب العلاقه. شو قصدك تقول؟ انه انا لساني طويل؟ قلقتك؟ ما قلتها بالحرف الواحد، بس قصدتها، شو يعني اوعى كريم تخبري حدا؟ يعني انت لسانك طويل وما تطول لسانك. لا 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 مش هيك قصدي حياتي، لا، بس عم بقول لك انه انتبهي ما يزل لسانك قدام حدا. لا حبيبي، ما رح يزل لساني قدام حدا، ليش بده يزل؟ شو حمارة انا لحتى يزل لساني وخبر هيك شغلي لمين ما كان؟ فادي، هيدي شغلي ما بتتخبر، هيدا سر. وانا مين ما سلمني سره بحفظه وما بخبره لحدا. لوين لوين لوين؟ شو لوين لوين؟ بدي علقها فقط كريم. روح 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 روح. شو في حياتي؟ وجهي حياتي. شو في عم تزينوا عيد مين من غير شر؟ ايه مش عيد حدا، يلا حدا حدا. ما شو في انت كل هالعالم عندنا بالبيت؟ شو في؟ فادي؟ نعم. شو من بس تأخرنا؟ شو تأخرنا؟ شو عشو؟ يلا فوت بس لك شي بدلة حلوة تليق بالمناسبة، شي كرافات، شي قميص غير شكل، يلا. أي مناسبة؟ شو أي مناسبة؟ بيرجع بيقول لي أي مناسبة، يلا فوت تأخرنا ما بعرف. شو تأخرنا؟ شو تأخرنا؟ يلا يلا. فادي فادي عفوا. شوف لي بدي ألغي هالخطاب بهالكلمة، شوفي إذا مناسبة. عشتم وعاش لبنان. شو رايحين نحارب؟ يلا وما تنسى القداحة. أي قداحة؟ لشو القداحة وجيه؟ بدنا نفرقع. شو بدك تفرقع؟ ما بدك تفرقع عندي بالبيت؟ شو جبناي؟ ده ما بسمح لك أبدا، ما بسمح لك أبدا تحكي معي بهالطريقة. ليك أنت إنسان مهمل، ما عندك روح المسؤولية، مش بس هيك ما بتقدر الاحتفالات. عم اسنك. لا يعني عمي شو قصتك يا عمي؟ لك ساعه بتفتش بالدليل الهاتف، عشان عم تفتش؟ عم فتش على رقم. اي رقم؟ ورك رقم نوبه غزير ومش عم لاقيه. نوبه غزير؟ شو بدك من نوبه غزير؟ مشان استقبال. اي استقبال؟ هل اني لقيت النمره ولا لا؟ لا. شو لا انت يعني؟ عشان ما في حدا يتكل فيك على شيء يا سليم ابدا. على كل حال نزلنا تحتك عم البلي ينطر، صار الكاميون جاي وجايب الخواريف. اي خواريف؟ اللي بدنا نذبحهم على باب البيت. اي بيت؟ لك يا فادي شو قصدك اي بيت؟ بيتكم. بعدين هالشيء كرمال قيمتك وكرمالنا نحن كرمال ليكم. كريم ليه؟ عشني عشني سردين لان بدها السجاده حرتك. يا عمي طولوا بالكم، انا يا جماعه لك يا 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 جماعه لك يا عمي هز سبع يا اخوان. شو في بك يا حياتي؟ شو في بالبيت؟ شو عم بصير؟ شو في؟ بدك تسال اسئله شو عم بصير؟ شوفي عدل البالون. شوفي جايين لعنا المعلم مخول وست خولة. ليش لوين راحوا؟ يي ما راحوا لمطعم، بالك جايين لعنا لهون على البيت. وإذا كل عمره بيجي لعنا، شو عاملينهم كل هالاستقبال؟ كل عمره بيجي لعنا ايه، بس ولا مرة نحن جاي لعنا ناس مليونيرية. مليونيرية؟ اها هلا افهمت. شو حياتي؟ أنا ما راح خبر حدا، أنا لساني مش طويل، أنا إذا خبرتني سر ما بقول لحدا.
شو لك يا فريد؟ طريت. شو طرعتي؟ بس ما الحق عليك، حق علي انا. صدقتك ما رح تخبري حدا. وكيف صدقتك وانت بنت نيلة؟ ما عم بفهم كيف صدقتك انا. شو رايك رح ندفس احنان ليكي لما يوصل الدوك مخول والدوك خولة تبقوا وعوني.